لكن على أرض الواقع، ما هي فرص وصول التعاون بين العملاقين إلى تحالف عسكري شامل؟ جغرافياً ممكن للغاية، سادس أكبر حدود دولية مشتركة في العالم بأكثر من 4200 كيلومتر تقريباً. على عكس الدول الأعضاء في الناتو، فإن أنظمة الدفاع في الصين وروسيا ليست متوافقة على نطاق واسع، أمر يحد من فاعلية القيادة المشتركة. روسيا تقود بالفعل تحالفاً عسكرياً منظمة معاهدة الأمن، مجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة. التعاون العسكري الروسي الصيني هدفان: أولاً الاستعداد للسيناريوهات المحددة التي يمكن أن تنتج في حالة الأزمات الإقليمية التي تؤثر على مصالح موسكو وبكين. على الرغم من تكثيف المناورات المشتركة، لا شيء يضمن وجود قرار سياسي حول تحرك عسكري مشترك في حال وقوع أزمة إقليمية تؤثر على أحد الطرفين، بمعنى لا ضمانة أو حتى مؤشرات. أما الهدف الثاني فهو التعاون العسكري في حال حدوث تغييرات جيوسياسية كتلك التي حدثت في الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال. حينها وبناء على المعطيات قد تقرر الصين وروسيا التحالف عسكرياً. الضغط الأمريكي المتزايد إذن دفع بكين وموسكو للتقارب العسكري، لكن لا توجد التزامات دفاع متبادل. يمكننا أن نعتبر العلاقة شبه تحالف عسكري.